بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله إلى هذا الدرس في الكفايات اللغوية، الجزء السادس أو الكفايات ستة. نبدأ حديثنا أو نبدأ هذه الحصة بولائنا، تجديد ولائنا لوطننا الحبيب ودعائنا أن يحفظه الله سبحانه وتعالى ويديم علينا الأمن والسلام والعافية. فروحي وما ملكت يداي فداه، وطني الحبيب وهل أحب سواه. درسنا عن مقاييس نقد الشعر، وسبق ودرسنا مقاييس نقد الشعر في نقد مقاييس نقد المعنى، ونبدأ الآن بمقاييس نقد العاطفة. أهم أهداف الدرس أو مخرجات التعلم في هذا الدرس أن يبين الطالب تعريف العاطفة، أن يحدد الطالب مقاييس نقد العاطفة في الشعر، أن يفرق الطالب بين مقياسين العاطفة في الشعر. فلها مقياسين، مقياس مقاييس نقد العاطفة، وعلى الطالب وبنهاية هذا الدرس يتوقع إن شاء الله أن يحسن التفريق بين مقياسي نقد العاطفة. والحديث عن العاطفة، فلابد أن نسأل ما بيت الشعر الذي تردده، أو بيت الشعر الذي تفضله وأعجبك. يمكن أن تبقى بضع ثواني تتذكر ما هو أفضل بيت شعر لديك، أو البيت الشعر الذي تردده دائما. بيت الشعر الذي تفضله هو الذي استجبت له عاطفيا. العاطفة عند أهل علم النفس هي الحالة الوجدانية التي تدفع الإنسان إلى الميل للشيء أو الانصراف عنه، وما يتبع ذلك من حب أو كره، من سرور أو حزن، من رضا أو غضب. فلن تحفظ بيتا ولن تردده إلا إذا كنت فعلا استجبت له عاطفيا. استجبت عاطفيا يعني ملت إليه أو انصرفت عنه. في هذه الصفحة من الكتاب نرجو تدوين هذه الأسئلة في أعلى الصفحة، تكرما تدوين هذا السؤال: ما المقصود بالعاطفة وما أهميتها للعمل الأدبي؟ المقصود بالعاطفة الحالة الوجدانية التي تدفع الإنسان كما سبق قبل قليل إلى الميل إلى الشيء أو الانصراف عنه، وما يتبع ذلك من حب أو كره أو سرور أو حزن. ما أهميتها؟ لماذا العاطفة هي العنصر الثاني من عناصر الشعر، أو هي عنصر ثاني من عناصر الشعر؟ إذا كان الأول هو المعنى، والعاطفة هي الثاني هو العاطفة، والثالث هو الخيال، والرابع هو الأسلوب. ما أهمية العاطفة؟ تتجلى أهمية العاطفة من حيث أنها تمثل نقطة البدء في العمل الأدبي. لو لم تثر عواطف الأديب لم يكتب شعرا، أو الشاعر لم يكتب شعرا، ولم يستثر في نفسك كقارئ، في عاطفتك كقارئ، لم تحفظه ولم تستجب له. وهذا ما يسعى الناقد إلى دراسته. كيف تقاس العاطفة، هذا الانفعال النفسي؟ كيف يمكن قياسه؟ حين نقول قياس العاطفة فنحن نقصد تمييزها وتأملها، تحليلها، وليست قياسا دقيقا. مقاييس نقد العاطفة مقياسان: الصدق والكذب، والقوة والضعف. وكما سبق في الأهداف سنفرق بين هذين المقياسين. كيف يمكنك الحكم بصدق العاطفة في نص من النصوص؟ أرجو أن تتأمل هذا الجزء من الكتاب قبل أن نستمر في تحليله ووضع الأسئلة على الأفكار الكبرى أو الرئيسة فيه. فإذا أردت أن تتعرف على هذا المقياس فابحث عن الدافع الذي دفع الشاعر إلى قول الشعر. هذا الدافع عاطفة. الحزن الذي يدفعه إلى الرثاء عاطفة. الفرح الذي يدفعه إلى المديح، أو الرغبة في المديح، الرغبة مثلا في المكاسب، الرغبة في نشوة الانتصار عاطفة. ذم الآخر وهجائه عاطفة.
فإذا العاطفة هي دافع قول الشعر. فإذا كان هذا الدافع حقيقياً غير زائف كانت العاطفة صادقة، وإذا كان الدافع غير حقيقي كانت عاطفته كاذبة. لك أن تتساءل، كيف أعرف هل هذه العاطفة صادقة أم كاذبة؟ ببساطة، إذا عرفت ترجمة الشاعر أو ترجمة النص أو مناسبة النص، وهو أحد العوامل المهمة، وإن كان ليس العامل الوحيد وليس العامل الأساسي، أن تعرف مناسبة النص، فقد يتخيل الشاعر ويتخيل في صدق فني وليس في صدق حقيقي عاطفة هذا النص. إذن العامل أو ما نعول عليه في العاطفة هو عمق التجربة الشعرية. يذكر عن الحجاج هذا الموقف، وأرجو قراءته هذين السطرين لأنها موضع سؤال، وعلى وما الذي تستنتجه من هذه القصة. يذكر أن الحجاج بن يوسف توفي له ولد، فطلب من أحد الشعراء أن يرثيه، وقال له: قل في ابني ما قلت في ابنك حين مات. ابنه مات فقال: أنت رثيت ابنك، ارث ابني كما رثيت ابنك. فقال الشاعر: أصلح الله الأمير، إنني لا أجد لابنك ما أجد لابنك ما أجد لابني. ماذا تستنتج من هذه القصة؟ الذي يفتقد إليه الشاعر في هذه من عناصر الشعر، ماذا يفتقد حتى يقول نصاً جيداً أو يقول قصيدة جيدة؟ هو الصدق في العاطفة أو العاطفة الصادقة. من أهم القصائد التي تذكر عند صدق العواطف قصائد الرثاء. حتى قيل، سئل أعرابي: ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ قال: لأننا نقولها وأكبادنا تحترق. بعاطفة فوارة يقول العربي رثاءه، فتأتي المراثي من عيون الشعر العربي ومن أكثرها حرارة في العاطفة. إذا كان المرثي يبنى كانت العاطفة أشد وأعنف في هذا الشعر، وكانت العاطفة أصدق في هذا الرثاء من أن يرثي مثلا أحدا غير ابنه، وهي بحسب وهي مسألة نسبية. يعرض لك الكتاب قصيدة أبي الحسن التهامي في رثاء ابنه، القصيدة السائرة والمشهورة، أرجو قراءتها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. ثم يصف، يقول لك الكتاب، ثم يصف وقع المصيبة على نفسه، مشبها ابنه بالكوكب تارة وبالهلال تارة أخرى، معللا نفسه بأن ابنه قد اختار الحياة الآخرة على الدنيا وما فيها من كبد وكدر. في الأبيات السائرة: يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، إلى أن قال: جاورت أعدائي، وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. هذا البيت السائر الذي يحفظه الكثير من الناس لأبي الحسن التهامي، حتى غلبت هذه القصيدة على ديوانه كله من بين رثاء الأبناء. إذن هذه القصيدة أو هذا الموضع شاهد على صدق العاطفة، حرارة العاطفة حين يقول الشاعر قصيدة في الرثاء. وبهذا نقول إن هذه النصوص شاهد على صدق العاطفة. يعطيك مثالا آخر من يبدي فيه من النماذج التي تبدو فيها أو تتجلى فيها العاطفة الصادقة التي يستطيع الإنسان تحسسها ولمسها: رثاء النفس، وهي أيضا في المراثي. وأشهر قصيدة في هذا قصيدة مالك بن الريب، ومرت معكم في مواضع سابقة في الصف الأول الثانوي وفي الفصل الأول أبيات منها. في قصيدة شهيرة: حين وافاه الأجل في خراسان بعيدا عن موطنه وأهله، يصور غربته وهو يدفن في مكان،
يحتضر في مكان بعيد عن أهله وعن وادي الغضا. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أسجي القلاص النواجية، فلله دري وما أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وماليا، إلى أن يقول يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. الخلاصة إذن أن العاطفة الصادقة تكون تابعة لصدق الغرض أو صدق الدافع الذي يقول من خلاله الشاعر هذا النص. كيف نقيسه؟ إما أن يكون حدثا حقيقيا، يعني بعض الشعراء يحدث لهم في الحقيقة هذا الفقد ويشعرون بهذه العاطفة، ولكن تظهر القصيدة باردة لعمق التجربة الشعرية، وبعضهم يقول نصا شعريا صادقا جدا والحدث نفسه لم يحدث، ونعدها قصيدة فيها صدق عاطفة، صدق الفني وليس بالضرورة الصدق الحقيقي. هذه خلاصة هذا الجزء. ويعطيكم الكتاب مثالا آخر عن الشاعر عبد الرحمن بن أحمد الرفاعي، وهو يصور فيها شعوره وقد بلغ 70 من العمر في شيء يشبه الرثاء للشباب الذي مضى، فأرجو قراءتها كنموذج آخر لمقياس القوة والضعف، عفوا الوضوح، صدق العاطفة. الأمر الآخر أو المقياس الثاني هو مقياس القوة أو الضعف. يقال الضعف ويقال الضعف بحسب المراد. أرجو أن يقرأ هذا الجزء لأننا سنضع عليه عددا من الأسئلة حول أفكاره الرئيسة الكبرى. مقياس القوة والضعف: تقاس قوة العاطفة بما تحدثه من أثر في نفس القارئ. إذن القوة ليست الصدق، القوة مقياس آخر. الصدق يعني تجربة منطلق الصدق من الشاعر نفسه، هل كان صادقا أم كان كاذبا في هذه العاطفة، هل العاطفة صادقة أو عاطفة مزيفة. فمنطلق المقياس من الشاعر، من هو إليه، أن الصادق أو غير صادق. أما في القوة والضعف فيؤثر فيه قوة عاطفة الشاعر، ويؤثر فيه أيضا مؤثرات أخرى كما سنرى. متى نقول إن من معيار قوة العاطفة في الشعر؟ متى يهز القارئ نص شعري؟ متى تهز القصيدة القارئ حتى نقول فيها هذه القوة؟ قوة مصطلح يعني فيزيائي، فيها قوة. وتذكر القصائد التي تؤثر فيك أو الأبيات التي هزت عاطفتك فيها قوة، وتستحضر معاني هذا الحديث. ترتبط قوة العاطفة بأمرين خلاف العنصر الأول الصدق والكذب الذي يرتبط بالشاعر وحده. الأول طريقة تعبير الشاعر عن العاطفة، فقد تكون العاطفة صادقة جدا ولكن التعبير عنها ليس قويا. الأمر الآخر قد تكون القصيدة عاطفتها صادقة والشاعر عبر بطريقة قوية عن عاطفته، ولكنها لم تهز المتلقي لأمر بسيط جدا ليست في أجوائه، طبيعة المتلقي وتجربته لا تتأثر بهذه القصيدة. مثال: أكثر من سيتأثر على قصيدة أبي الحسن التهامي من فقد ابنا أو رثى حبيبا توفي وهو صغير. فتجربة المتلقي تؤثر في قوة العاطفة، قد يكون نص عاديا ولكن لأن المتلقي تجربته فوارة فيجد في هذا النص قوة في العاطفة. إذا ترتبط قوة العاطفة ووضوح تأثيرها بطبائع الناس. هذا الجزء من الفقرة أرجو كتابة سؤال عليه: متى تكون العاطفة قوية؟ والسؤال على السطرين هذين السطرين: كيف نحكم على العاطفة بالقوة أو بالضعف؟ ما المؤثر في هذه العاطفة حتى نحكم عليها بالقوة أو بالضعف؟ من أمثلة القصائد التي اتصفت بقوة العاطفة
قصيدة أبي تمام في رثاء القائد محمد بن حميد الطوسي، فقد أبدع الشاعر أيما إبداع في تصوير معاني الفداء والتضحية التي اتصف بها ذلك القائد المسلم، حيث يقول في واحدة من روائع المراثي ومن منتخبات قصائد أبي تمام: غدا غدوة والحمد نسج ردائه، فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر مضى طاهر الأثواب، لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر، يعزون عن ثاو تعزى به العلا تعزى به العلا، ويبكي عليه المجد والبأس والشعر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. حتى يذكر لكم الكتاب أن أحد كبارات رجال الدولة العباسية وهو أبو دلف العجلي لم يملك بعد سماعها إلا أن يقول لأبي تمام: وددت لو أنها لك في. فإذا عيون القصائد فيها قوة عاطفة، قوة عاطفة لأنها تحكي تجربة إنسانية يتوافق معها كثير من الناس. فإذا كانت العاطفة بهذه القوة وصيغة صياغة قوية، فهذه هي عيون الشعر العربي التي توفر فيها مثل هذا في عاطفتها. يصف لكم الكتاب أيضا قوة هذه العاطفة التي نراها في الأعمال الخالدة، يقول إنها مثل المادة الإشعاعية التي لا ينضب إشعاعها، وقوة العاطفة التي تموج داخل النص الشعري هي التي تحملك على التأثر به والاستجابة النفسية إليه. والسؤال: هل قوة العاطفة يعني أنه لابد أن يكون العمل بطولياً؟ هل القوة هنا يقصد فيها أن يكون العمل حربياً، يكون هناك معركة يكون فيها انتصار، حتى نقول إن مثلاً فتح عموري لأبي تمام كانت نصاً قوية العاطفة، وصف المتنبي كان قوي العاطفة لأنها انتصارات وحربية، هل هذا هو المقصود بقوة العاطفة؟ وهذا موضع سؤال. جوابه في هذا الجزء وأرجو تدوينه: هل المقصود بالأعمال قوة العاطفة؟ الأعمال البطولية التي تبرز قوة؟ والجواب بطبيعة الحال لا. قوة العاطفة ليس معناها أن يكون العمل بطوليا كبيرا، أو أن تكون الألفاظ ذات قوة وصدى، بل إن قوة العاطفة لتبدو في بعض موضوعات الذكرى والحزن والألم والغربة والفقد والغزل، وهي موضوعات يعبر عنها بكلمات دافئة ورقيقة، فالعاطفة فيها قوية. ويعطيك الكتاب مثال من عيون القصائد في الحنين إلى الأوطان لخير الدين الزركلي في تذكر الوطن والحنين إليه، وأرجو قراءتها وتأمل العاطفة في هذه الأبيات. يقول خير الدين الزركلي: العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكنا، والقلب لولا أنة صعدت أنكرته وشككت فيه أنا، ليت الذين أحبهم علموا وهم هنالك ما لقيت هنا، ما كنت أحسبني مفارقهم حتى تفارق روحي البدن، إن الغريب معذب أبدا إن حل لم ينعم وإن ضعنا. قد يتذكر هذا النص أو قوة العاطفة في هذا النص تذكر غريبا بوطنه، أو تذكر فاقدا بمن فقده، قد تذكر بإسقاطات كثيرة يمكن أن تسقط عليها هذه الأبيات. ومن ثم فقوة العاطفة لا تعني بالضرورة أن يكون العمل بطوليا أو حربيا. وخلاصة هذا الحديث عن العاطفة أو مقاييس نقد العاطفة، أننا عرضنا مقاييس نقد الشعر في عنصرين حتى الآن: مقاييس نقد المعنى ومقاييس نقد العاطفة. مقاييس نقد المعنى في ثلاثة محاور: من حيث الصحة والخطأ، ومن حيث
العمق والسطحية ومن حيث الجدة والابتكار. مقاييس نقد العاطفة عرفنا في هذا الدرس أنها هي الصدق والكذب، والمقياس الآخر من حيث القوة والضعف. ما الفرق بينهما؟ أن الصدق والكذب خاص بالشاعر، خاص بالتجربة الشعرية، أما القوة والضعف فتؤثر فيها تجربة المتلقي أو إحساس المتلقي بهذا النص والظروف المحيطة بالنص، فقصائد سقوط المدن وقصائد في مناسبات مؤثرة من ضمن العوامل التي تسهم في قوة العاطفة. إذن قوة العاطفة مقياس لا يقتصر على الشاعر. قياس العاطفة في هذا الدرس عرفتم أنه غير مقنن وغير منضبط، يمكن الحكم عليه بدقة، لا يمكن الحكم طبعا عليه بدقة لأنه يتأثر باختلاف تجارب المتلقي. في الدرس القادم إن شاء الله سنعرض مقاييس نقد الخيال، ونسأل الله القبول والعمل، القبول في الأقوال والأعمال. لديكم التدريبات وعدد من الأسئلة، مثلا يقول: لماذا يعد النقاد العاطفة نقطة البدء في العمل الأدبي؟ وأرجو أن تكون الإجابة يسيرة. هي بدء العمل الأدبي لأنه لو لم تستثر، قلنا، عاطفة الكاتب الشاعر لم يقل الشعر، ولو لم تستثر عاطفة المتلقي ما استجاب لهذا الشعر. كيف يمكن الحكم بصدق العاطفة في نص من النصوص؟ قلنا: ليس الحكم مقننا، ولكن إما من معرفة سيرة الشاعر أو ترجمته أو وصول هذه العاطفة إلى قلوبنا، إلى قلوب المتلقين. الصدق الفني وليس بالضرورة الصدق الحقيقي. لديكم سؤال: ما معيار قوة العاطفة في الشعر؟ متى نحكم على الشعر بأنه قوي العاطفة؟ قلنا: إذا توافقت تجربة المتلقي مع تجربة الشاعر أو تجربة النص والظروف التي قيل فيها هذا النص. يسألون عن طلب الحجاج من أحد الشعراء أن يرثي ابنه، فقال له: إني لا أجد لابنك مثل ما أجد لابني. ما الدلالة النقدية لهذا القول؟ هو ابنك وليس ابني، حين طلب منه أن يقول قصيدة. وهذا ينطبق حين يطلب من الشاعر أحيانا أن يقول قصيدة في مناسبة لا تهزه، وأحيانا قد يستجيب فتظهر القصيدة باردة العاطفة أو مزيفة العاطفة إذا كان المعيار على الصدق والكذب. الأمر الآخر أو السؤال الأخير: هل يفترض في النص للعاطفة القوية أن يكون موضوعه بطوليا حربيا؟ ويقول لكم: اشرحوا ذلك. وأرجو أن يكون في الجزء الأخير من الدرس ما يوضح هذه الإجابة في هذا الجزء تحديدا، ألا يكون العمل المعنى بطوليا، حتى لا يشترط أن يكون المعنى بطوليا حتى نقول إن عاطفته قوية، بل القوة العبرة في القوة بقوة التجربة الإنسانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك القول والعمل، وأن ييسر للجميع، وأن يحفظ وطننا في أمن وأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.